الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال وقل كسائر ما تقدم، وهذا يتضمن الأمر بالاعتقاد القلبي والعملي، القلبي والقولي. وقل خير قول، خير يعني أحسن وأجمل وأطيب ما يتكلم به الناس، فخير القول هو أفضله وأحسنه، فإن خير اسم تفضيل حرفت همزته، همزة التفضيل، الهمزة التي تدخل لأفعل في أفعل التفضيل للتسهيل ولكثرة الاستعمال، وإلا فالأصل قل أخير قول، أي أطيب وأحسن وأجمل قول. والقول هنا يشمل ما تلفظ به اللسان وما اعتقده القلب كما تقدم غير مرة، في الصحابة أي في شأنهم على وجه العموم والإجمال. والصحابة هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف وصف الصحبة يصدق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصف الصحبة يصدق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحبة اسم جنس، الصحبة اسم جنس يصدق على كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، أي مات على هذا الوصف وهو الإيمان. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا كثر، ليسوا على عد قليل بل هم كثر، فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا حجته، حجة الوداع، يزيدون على 100,000، قدروا 120 أو 120، وهذا تقريب، لكنهم قوم كثر كما جاء وصفهم في حديث جابر في حجة، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في وصفهم: فرأيت بشرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين ماش وراكب وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، فتدع الناس من كل صوب، وأما من حيث فضيلتهم ففضيلتهم في الجملة ثابتة للكل، وهو فضل الصحبة، فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فله هذا الفضل، قل نصيبه من الصحبة أو كثر، طال زمن صحبته أو قصر، فلا فرق في أصل هذه الفضيلة بين أبي بكر مثلا وبين وحشي الذي لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا، فالجميع في الفضيلة مشترك في أصل الفضيلة، لكنهم متفاوتون في هذه الفضيلة
تفاوتا بينا كبيرا، فهم إن اشتركوا في أصل الفضل لكن نصيبهم من الفضل متفاوت، ولهذا حقهم في المحبة القلبية والثناء القولي واعتقاد الجميل فيهم متفاوت بتفاوت نصيبهم من الصحبة. فإذا على نصيب أحدهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الوصف الموجب للفضيلة على نصيبه من قول الخير واعتقاد الجميل والثناء والمحبة القلبية، وهذا مضطرد في كل أمر علق على وصف، فإن كل أمر علق على وصف، كل حكم علق على وصف فإنه يزيد بزيادة هذا الوصف وينقص بنقص هذا الوصف، هذه قاعدة مضطردة في هذا الشأن وفي غيره. كل حكم علق على وصف يزيد بزيادة الوصف وينقص بنقص الوصف. فمثلا قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هذا الحكم وهو كون الموصوفين بهذا الوصف في نعيم حكم على وصف أو على شخص؟ على وصف، وهو الأبرار صفة البر، فبقدر ما يكون مع الإنسان من البر بقدر ما يتحقق له من النعيم. وكذلك هنا يقول المؤلف وقل خير قول في الصحابة كلهم، في الصحابة، فأثبت الفضل للجميع يقول كلهم، أي من طالت صحبته ومن قصرت ومن تقدمت ومن تأخرت، ولكنه أناط ذلك بوصفه الصحابة وهي الصحبة، وصف الصحبة. فإذا زاد نصيب أحدهم من هذا الوصف استحق من الثناء والحمد والمحبة والقول الحسن أكثر من غيره. يشهد لهذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جبلا، مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد فيما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. ومعلوم أن خالدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس نصيبه من الصحبة كنصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فدل هذا على أن تحقق الوصف في الشخص يوجب مزيد حقوق وثبوت، ويوجب ثبوت أحكام تكون له لا تكون لغيره، أو لا يستحقها من كان أدنى منه. هذا الأمر واضح، خلاصته أن الصحابة يتفاوت حقهم في المحبة والثناء والقول الحسن بقدر ما معهم من وصف الصحبة، لكن الجميع يستحقون هذا الأصل، لكن البحث في تفاوت هذا باختلاف ما معهم من 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 وصف الصحبة الذي استوجبوا به هذا الفضل. يقول المؤلف وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي جميعهم، وهذا ينفي ما عليه المنحرفون عن طريق أهل السنة ممن يقول
في بعض الصحابة خيرا دون بعض، فيثني على بعضهم ويذم بعضهم، فالجميع مشترك في هذا الفضل. وفضلهم رضي الله عنهم ثابت في الكتاب والسنة، فمن كتاب الله تعالى قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا فضل جميعهم رضي الله عنهم، وهم أحق من دخل في هذه الآية، لأنهم صحابة رسول الله الذين نقلوا الوحي وشهدوا التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه، فهم خير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم أحق من دخل في هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الآية فيها بيان فضيلة هؤلاء رضي الله عنهم، حيث إن الله تعالى ذكر من أوصافهم ما يوجب حمدهم ومدحهم. وقد قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثنى على جماعاتهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على الجماعات المكونة للصحابة: المهاجرون والأنصار. فالمهاجرون يشمل كل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غيرهم، والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأوس والخزرج ومن كان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. فجاء الثناء عليهم في الجملة وعلى جماعاتهم، فدل ذلك على أنهم أهل فضل وإحسان وهم خير الناس. يشهد لهذا ما في الصحيح من حديث ما في الصحيحين من حديث عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل هذا يوجب أن يجل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحبهم المؤمن وأن يجلهم. ولذلك كان عاقد أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. والحب هو أول الحقوق، لأن القول الحسن لا يكون إلا عن حب. ولذلك قول المؤلف رحمه الله: وقل خير قول، يتضمن وجوب محبتهم واعتقاد فضيلتهم، لأن القول الحسن لا يصدر إلا عن قلب محب، ولا يصدر إلا عن قول يعتقد الفضل والصدق فيهم رضي الله عنهم. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يجب لهم، نهى عن مسلك حدث بعد ذلك، وهو أي بعد القرون المفضلة، وهو الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصدر الأول من صحابة رسول الله حدثت هذه الفتنة، وهي الوقيعة في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت ظهورا واشتهارا، وإلا فبداياتها كان في زمن عثمان رضي الله عنه. فالذين خرجوا عليه وقتلوه لم يقوموا بحق الصحابة رضي الله عنهم من الصيانة والمحبة والحفظ لمقامهم والاعتقاد لفضلهم وسبقهم، لكن تميزت هذه البدعة وظهرت بعد حصول الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم.
يقول رحمه الله: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. بعد أن أمر بالقول الحسن وقول الخير في الصحابة، نهى عن مسلك الردى، مسلك الطعن. والطعن هو نسبة الشر والقبيح إليهم، وذلك من طريقين: الطعن العيب والجرح. ولذلك قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فنهى عن الطعن فيهم رضي الله عنهم، وبين الطرق التي يحصل بها الطعن، وهو العيب والجرح. العيب هو النقص، والجرح هو الذم ونسبة القبيح إليهم، فنهى عن التنقص وعن نسبة القبيح إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن في من لا يستحق الطعن من خلال وصفات المنافقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البريء. فنفى هذه الصفة عن أهل الإيمان، وهذا في كل أحد، أي ليس المؤمن بالطعان في الناس ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وهذا في حق عموم الناس، ويتأكد هذا في حق أشرافهم وسادتهم وأصحاب الفضل والمكانة منهم. فالمؤمن ليس بالطعان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو راض عنهم. والطعن في الصحابة مفتاحه الوقيعة فيما شجر بينهم، أو البحث والنظر فيما شجر بينهم من مسائل الخلاف التي وقعت بينهم رضي الله عنهم. ولذلك من مقتضيات المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوق أن يقال فيهم خير قول، وأن يسلم الإنسان من الطعن فيهم، من لوازم هذا كله الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما وقع بينهم من فتنة، والإمساك مقتضاه الإعراض عن ذلك وعدم الدخول فيه والحديث وعدم الحديث عنه. ولا يعني هذا ألا نعتقد صواب المصيب وخطأ المخطئ، لكن شتان بين من يعتقد أن عليا كان أحق بالخلافة وأنه أقرب إلى الحق رضي الله عنه، وبين من يجعل ما وقع بينهم سلما للطعن فيهم والوقيعة والذنب لهم رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن عليا أحق بالخلافة من خالفه وخرج عليه، وأنه أصوب في الرأي والعمل رضي الله عنه، كما أنه أسبق في الفضيلة والخير، لكن هذا ليس مسوغا للوقيعة في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في النيل منهم ولا في ذمهم. ثم إن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم طالته يد التحريف والتغيير والزيادة والنقص، ولذلك الآثار التي تروى في مساويهم رضي الله عنهم منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص، ومنها ما غير عن وجهه. كل هذا مما طرع على الأخبار التي تنقل فيها مساوئ ومعايب منسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم، وما كان من ذلك صحيحا فهم لا يخرجون فيه عن
كونهم معذورون عن كونهم معذورين، فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وبهذا يسلم قلب المؤمن من الغل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمر الله تعالى بتطيب القلوب لهم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد أن ذكر الطائفتين المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين في آيات الفجر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الطائفتين وأثنى عليهما ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار. يحبون من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا قول الخير فيهم، وهو أعظم ما يكون من الخير أن تدعو لهم إخوان وتثبت فضيلتهم، حيث قال الذين سبقونا بالإيمان ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يبين أن حقهم رضي الله عنهم ما ذكر المؤلف رحمه الله من القول الجميل والحفظ لأعراضهم وصيانتها من الطعن والعيب والجرح. فلا يتحقق لأحد ما ذكره المؤلف رحمه الله إلا بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا الطريق الذي بينه أهل العلم، وهو أن نعتقد أن ما نقل من مساوئهم لا يخرج من حاله، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون صحيحا. إن كان لم يكن صحيحا، وهذا الغالب لما فيه من الكذب أو لما فيه من الزيادة والنقصان أو لما فيه من تغير من تغيير طرأ غيره عن وجهه وصرفه عما كان عليه، فانقلب المدح ذما والخير شرا. والثاني إما أن يكون صحيحا، وفي حال كونه صحيحا فهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وبهذا يسلم القلب من الغل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا، أي مسرفا في الطعن. وهنا ليس المقصود به جواز قليل ليس المقصود جواز قليل الطعن، بل المقصود انتفاء الصفة، وإنما جاء بها على صيغة المبالغة تقبيحا لهذا المسلك، وموافقة لما جاء به الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من صفات المؤمن، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، تعيب وتجرح. قال فقد، ودليل هذا قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية في الصحابة تمدح. إذن الدليل على صحة هذا المسلك وهو القول الحسن في الصحابة والإعراض عن مسلك الطعن والذم والجرح فيهم رضي الله عنهم هو ما جاء في كتاب الله تعالى: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، أي تكلم، فالنطق هو التكلم، والوحي المبين ما في القرآن العظيم من الثناء عليهم وذكرهم بالجميل وبيان فضائلهم رضي الله عنهم. وهذا مليء في كلام الله تعالى وفي آية القرآن العظيم في مواضع كثيرة، الثناء على الصحابة في على وجه المجموع وعلى وجه الأفراد. فمن الثناء الذي جاء في حق بعضهم
قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه الآية تضمنت الثناء على أبي بكر رضي الله عنه، حيث نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف صحبته إليه. وفي غير هذه الآية من الثناء على أفراد الصحابة ما يعرف ويعلم في كتب الفضائل التي ذكر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينت فضائلهم، كما أن الفضيلة جاءت على وجه الجماعات، أي ثناء وتفضيل لجماعات من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الوجه الثاني الذي جاء فيه الثناء على الصحابة في الوحي المبين، كقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهذا ثناء على جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء الثناء على مجموعهم في قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل هذه الآيات دالة على فضيلة الصحابة أفرادا وفئات، على فضيلة الصحابة أفرادا وفئات وجماعات ومجموع. فقوله رحمه الله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، ما هي صور ذلك في القرآن؟ نقول تجتمع في ثلاثة طرق أو في ثلاث صور. الصورة الأولى الثناء على أفرادهم، الصورة الثانية الثناء على جماعاتهم وفئاتهم، الصورة الثالثة الثناء على جميعهم ومجموعهم. من الأول، مثال الأول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مثال الثاني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكذلك الآيات في سورة الحشر. والصورة الثالثة أو مثال الصورة الثالثة محمد رسول الله والذين معه. ثم قال رحمه الله وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، في الفتح أي في سورة الفتح آي أي آيات تمدح الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في آيات عديدة من سورة الفتح، منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه ثناء من الله تعالى كبير عليهم رضي الله عنهم. ومنه لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنه قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كل هذه الآيات في سورة الفتح، وفيها من الثناء على الصحابة والشهادة لهم بالإيمان والمدح، وفيها من المدح لهم ما يوجب محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي قول المؤلف فقد نطق الوحي، وصف الوحي بأنه ينطق جاء في الكتاب المبين، وذلك في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقد استشهر البعض وصف الوحي أو إضافة النطق إلى الوحي، وليس في ذلك إشكال بنص القرآن، فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية نطق الكتاب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والنطق هو التكلم والبيان. بعد ذلك قال رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله رحمه الله وبالقدر
أي وقول بالقدر. فقولوا وبالقدر الواو عطف، والعطف على ما أمر به في قوله وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل بالقدر. والقدر يراد به التقدير، وهو من حيث التعريف في الصلاح الشرع يعني في استعمال الكتاب والسنة، علم الله بالكائنات وحكمه فيها، هذا تعريف القدر، علم الله بالكائنات وحكمه فيها. وعرفه بعض أهل العلم بمراتبه، فقال القدر هو علم الله وكتابته المطابق لمشيئته وخلقه، المطابق لمشيئته وخلقه، وهذا تعريف ثاني للقدر، علم الله وكتابته. القدر هو علم الله وكتابته المطابق لمشيئته وخلقه. وعرفه آخرون فقالوا القدر هو حكم الله الكوني، هذا التعريف الثالث من تعريف القدر. وعرفه الإمام أحمد رحمه الله فقال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، وهذا التعريف من أحسن التعريف، حتى إن ابن عقيل رحمه الله استحسنه جدا وقال هذا يدل على عظيم علم أحمد بن حنبل في أصول الدين. يقول ابن القيم رحمه الله في أنونيته فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه أي في حقيقته هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. والشاهد الذي يناسب استحضاره في هذا المقام هو تعريف الإمام أحمد بأن القدر قدرة الرحمن، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. وهنا نفهم ما جاء به الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جاء مرفوعا وموقوفا حيث قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد أي به ينتظم توحيد العبد، هذا معنى نظام التوحيد. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ووقوفا بأسانيد فيها مقال، وجاء مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك قال جماعة من أهل العلم في الاستدلال على القدر، قال كل دليل قرر في كتاب الله تعالى التوحيد فإنه دليل على إثبات القدر. والقدر أصل من أصول الإيمان، ولذلك وصفه الناظم هنا بأنه دعامة، دعامة عقد الدين أي أساس، فالدعامة هي الأساس واللبنة التي يبنى عليها ويقوم عليها الشيء. والإيمان بالقدر لا يتم إيمان أحد إلا به، ولذلك عد من أصول الإيمان وأركانه كما جاء ذلك في صحيح
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر في قصة مجيء جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يتم إيمان أحد إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. وأدلة إثبات القدر توجب ما ذكره المؤلف من اليقين، لذلك قال وبالقدر المقدور أيقن أي آمن إيمانا جازما واعلم علما راسخا لا يتطرق إليه ريب ولا شك، وذلك لتوافر الأدلة على قدر الله تعالى، وأن الله تعالى قد قدر الأشياء على نحو ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. فمن الأدلة التي تذكر فيما يتعلق بإثبات هذا الأصل قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير. وقول ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومن ذلك أيضا قوله تعالى قدر فهدى، ومن ذلك قوله وكل شيء عنده بمقدار، ومن ذلك أيضا قوله تعالى ثم جئت على قدري يا موسى. كل هذه الآيات دالة على ثبوت القدر، ومن ذلك قول الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. فهذه النصوص الكثيرة دالة على هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بتقدير الله تعالى، وأنه جل وعلا خلق كل شيء بقدر. الناظم يقول وبالقدر أي وقل بالقدر المقدور أي الذي قدره الله تعالى أيقن، فإنه دعامة عقد الدين أي الإيمان بالقدر هذه منزلة في الدين أنه دعامة، وإذا لم تثبت الدعامة هوى الدين وسقط. وهذا معنى قول ابن عباس الذي أشرنا إليه القدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر، هذا تتمة قول ابن عباس يشهد لقول المؤلف دعامة عقد الدين، فمن كذب القدر نقض تكذيبه توحيده، من كذب القدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا يعزز ما ذكره المؤلف رحمه الله ويشهد له ويشهد لما ذكر من أن الإيمان بالقدر دعامة الدين دعامة عقد الدين أي دعامة الاعتقاد، والعقد هنا المقصود به ما يقوم في القلب من الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. والدين أفيح أي والدين واسع رحب في أصوله وفروعه، لكن هذا الأصل إذا هوى الدين ولم يقم للعبد إيمان وإسلام، لكن لا يعني هذا أنه إذا آمن بالقدر فقد استكمل الدين، إنما إذا آمن بالقدر أتى بأصل من أصوله ينبغي أن يستكمل ما بقي. ولذلك أشار فقال والدين أفيح يعني أوسع من أن يحصر في مسألة الإيمان بالقدر.
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربع مراتب. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربع مراتب، من لم يحققها لم يؤمن بالقدر. هذه المراتب هي الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء قبل خلقه، الإيمان بعلم الله السابق للحوادث والكائنات، الإيمان بأن الله كتب ذلك، الإيمان بأن الله تعالى شاء ذلك، الإيمان بأن ذلك بأن الله تعالى خلقه. هذه أربع مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد جمعها الناظم فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت تضمن المراتب الأربعة التي لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها: علم كتابة مولانا مشيئته، أي مشيئته للحادثات، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهذه المراتب تضاطرت الأدلة عليها، فدليل العلم والكتابة قول الله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة أي من نازلة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا وهي مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير. والكتابة دليل على العلم لأنه لا يكتب إلا ما هو معلوم. فهذه الآية تضمنت ذكر ثلاثة من مراتب الإيمان بالقدر: الكتابة التي تتضمن العلم، وذكر الخلق في قوله: من قبل أن نبرأها. وفي السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة لا تكون إلا عن علم. وثبوت العلم لله تعالى بالحادثات قبل وقوعها مما توافرت فيه الأدلة، فالله تعالى بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما ولا يحيطون بشيء من علمه، فعلمه أحاط بكل شيء، بالسابقات واللاحقات والحاضرات والمستقبلات والشهادة والغيب، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وبحمده، ومن ذلك علمه بالأشياء قبل وقوعها، فدليله دليل ظاهر بين لا مرية فيه ولا التباس. بعد ذلك المشيئة والخلق. المشيئة والخلق أدلة ذلك كثيرة دالة على هاتين المرتبتين، ولعل نقف على ذكر هذه المراتب وتكون موقفنا لدرس هذا اليوم، وغدا نواصل ما يتعلق بالقدر لبقية بعض المسائل المتصلة بالقدر، وهي مسألة
ذات أهمية وشأن، نجعلها إن شاء الله تعالى في بقية، نجعل بقية ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الآن وقفنا على مراتب القدر وهي أربعة، إيش؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية ما يتعلق في أبيات هذه المنظومة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.